بسم الله الرحمن الرحيم. نتعلم ازاي نعمل مبرمجة فلاشات سهلة وبسيطة. الفلاشات اللي هي 8 أرجل فقط هنستخدم في برمجة فلاشات الريسيفر وبعض شاشات ال LCD وال LED اللي هي مكونة من فلاشات مكونة من 8 أرجل فقط. هنشوف الأدوات المطلوبة زي ما هي مكتوبة قدامنا. هنبين بس ان المقاومات الوانها هيكون بني اسود بني، يعني 100 اوم. الخمس مقاومات نفس القيمة. هنا رأس كابل الطابعة مكون من 25 بن. هنركب مقاومة في بين رقم 2 وبين رقم 3 وبين رقم 8 وبين رقم 11، وهنعمل كوبري بين رقم 6 و10، وهنقفل من اول بين رقم 18 الى 25، وهناخد كوبري من بين رقم 18 الى 15. 4 مقاومات هيركبوا في السوكت، وتكون مقاومة واحدة بس اللي هنستخدمها في قاعدة الاي سي. احنا هنا نمشي على المخطط اللي قدامنا، نعتمد اعتماد كلي على المخطط. هنا ركب طرفين سلك سالب وموجب عشان البطارية 3 فولت. هنعمل فتحتين هنا عشان ندخل فيهم الطرفين السلك اللي احنا عملناهم في السالب والموجب. هيكونوا بالشكل ده. قاعدة الاي سي ونعمل 8 فتحات وهنركبها فيها، وطبعا نعمل الحماية اللازمة من الاسفل عشان نثبت بيها قاعدة الاي سي. هنجيب رأس الطابعة اللي احنا عملناه وهنركب التوصيلات اللازمة زي ما احنا شايفينها في المخطط، في نوصلها بقاعدة الاي سي من الاسفل، وهنركبها في الريموت زي ما احنا شايفين. وهنركب البطارية كده. خلصت معانا المبرمجة. هنجيب قطعة صغيرة من أي بوردة ونفتح فيها 8 فتحات عشان نعملها كأدابتور نلحم فيه الفلاشة لما نيجي نشحنها. وهنركبها في قاعدة الاي سي اللي احنا موصلين بيها التوصيلات. هنركبها بالشكل ده وهنلحم فيها طبعا الفلاشة اللي احنا عاوزين نشحنها زي ما احنا شايفين في الصورة. كده خلصت المبرمجة معانا. هركبها في الكمبيوتر وهنروح على البرنامج اللي احنا اللي هتلاقيه اسفل الفيديو ان شاء الله. ممكن تحمله من اي موقع تاني لان برنامج الانتي فيروس بيقرا البرنامج على انه فيروس. هنا نعلم لو الفلاشة مغلقة وهنضغط هنا لقراءة الفلاش. وهنا لو عايزين نحتفظ بنسخة من الملف على الفلاش
العملية تمت دون. هنا لو احنا عاوزين نشحن الفلاش بملف جديد نضغط على رايت فلاش ونختار ملف الجنب اللي احنا محضرينه. ابتدت الكتابة بسرعة وابتدى في شحن الفلاش زي ما احنا شايفين في الاسفل الخط في الاسفل. هنستنى طبعا لحد ما يكمل 100%. اعدادات البرنامج ان شاء الله تلاقيها برضو ضمن الادوات في اسفل الفيديو. دي اعدادات البرنامج وهتلاقيها تحت الفيديو زي ما قلنا ان شاء الله. بكده خلص الفيديو بتاعنا. ارجو ان يكون بسيط وواضح وسهل، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والى حلقات اخرى باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.